السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي سناب صحيفة مكة الإلكترونية. يستمر العطاء اليوم وكل يوم. جمعية جوار تقوم هذه الليلة بتوزيع أكثر من 180 سلة غذائية على إحدى القرى الموجودة جنوب مكة المكرمة. هذا الفريق الآن يستعد للانطلاق، هتكونوا معنا إن شاء الله أول بأول. السلام عليكم. هذا هو فريق الليلة اللي شارك معنا إن شاء الله في هذه المناسبة والأجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم إن شاء الله هذه الأعمال الخيرة في هذا الشهر المبارك. طبعاً بإذن الله عز وجل فرسان جوار الليلة انطلاقتهم إلى قرية الخيوط لتوزيع سلال غذائية، وتم ترشيح قيادة هذا الفريق الليلة الأستاذ وليد الصباغ، فنسأل الله وصلنا الآن في قافلة الخير السلة الرمضانية من جمعية البر في جنوب مكة، جمعية جوار، لتنفذ مشروع سلة رمضانية الغذائية لأهالي قرية الخيوط جنوب مكة المكرمة. هنيئا لكم بالأجر. أعضاء الفريق الآن يتجهزون لتنفيذ مشروع السلة الغذائية وتسليمها للمحتاجين في قرية الخيوط.
البدء في توزيع السلال الغذائية الآن على سكان قرية الخيوط. ثم إيصاله إلى منزل المستفيد. جزاكم الله خير. معنا الأستاذ سليطين مدير الخدمات في قرى جنوب مكة، يحدثنا اليوم عن هذا المشروع الذي قامت به جمعية البر في جنوب مكة جوار. تفضل يا أستاذ سليطين. اليوم الجمعية متواجدة في أسكان الأمير سلطان قرية الخيوط لتوزيع 155 سلة غذائية على المستفيدين من خدمات الجمعية الموجودين في هذا النطاق. عدد المستفيدين يتجاوز 180 أسرة مستفيدة في هذه القرية، وبإذن الله راح نغطيهم أكثر من مرة. نسأل الله أن يكتب أجر من ساهم وشارك، والله لا يحرمنا الأجر جميعا. جزاكم الله خير. الله شكرا لك. شكرا. الله يحفظكم إن شاء الله. إلى هنا متابعينا الكرام نأتي إلى نهاية تغطيتنا لهذا المساء في هذه الحملة المباركة التي نفذتها جمعية البر بقرى أو بجنوب قرى مكة المكرمة جوار. نلتقيكم في تغطية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.